طيب انا زي ما حكيت انه احنا في ال97 لما بلشنا اعمال الترميم في مقر جمعية الجاليه الافريقيه، وكان يعني مشاركه الشباب وحتى من يعني حتى الافارقة من الجيل الاول يعني من الختيارية، وكنا نسهر يعني بعد الدوام من العمل كنا نسهر لساعات المساء المتاخره، وكما مرات طرقت على الكهرباء كنا نولع اكياس شميمته على اساس نشوف وين المكان اللي بده ترميم نرميمه، على اساس اذا تركناه ممكن ثاني يوم ينشف وهذا ياثر على اعمال الترميم. وخلال هذه الفتره كان يعني صدفه انه كان اخوي بيشتغل مع مرافق مع فيصل حسين، وحكى له عن نشاط الشباب وكيف بيعملوا وكيف بيشتغلوا، فاجى فيصل حسين يزورنا وشاف كيف هذا وشاف ايش النواقص شو وضع الترميم، يعني شاف شو الاشواط اللي قطعنا في الترميم ونفس الوقت شو شاف ايش النواقص، وهو اوصل المركز المشاريع الصغيره، هو كان مؤسسه تابعه او يعني كان هو فيصل حسين عم مؤسسه على اساس انه تعمل تشتغل في اعمال الترميم في القدس. بالفعل يعني فيما بعد يعني رصد مبلغ من المال وتم يعني هذا المركز المشاريع الصغيره اجوا ورممونا وصارت عملية الترميم الأولى يعني في هذيك الفترة للمقر، يعني وصار المقر مؤهل وجاهز للاستعمال والاستخدام لكافة الفعاليات والأنشطة اللي كنا نقوم فيها في هذيك الفترة.